ومعانا كابتن محمد سامي ميشو نجمنا الكبير من الحجر الصحي. كابتن محمد مساء الخير. مساء النور، ألف شكر لحضرتك. أخبارك إيه؟ طمنا طمنا، الرحلة إيه؟ وصلتوا إزاي؟ وإيه الأحداث اللي الخلفيات عشان توصلوا مصر كده وتقعدوا في الحجر الصحي؟ أنا كل حاجة كويسة، المكان هنا كويس، أنا لسه وصلنا إمبارح. يعني الصراحة النظام اللي احنا شفناه من أول بالنسبة لي جديد، يعني احنا متعودناش على النظام ده من بل يعني طول عمرنا تقريبا يعني. بس أول ما نزلنا خدوا مجاميع علشان ما يبقاش كل الناس متجمعة في مكان واحد. كويس. ونزلنا حللنا بعد ما طلعت يعني نتيجة التحاليل ان احنا ما عندناش، يعني ان احنا كلنا نيجاتيف. الحمد لله يا رب. بعدين رحنا ختمنا باسبوراتنا وطلعنا على استنينا، خدنا شنطنا، بعدين اتحركنا في اتوبيسات للاوتيل اللي احنا قاعدين فيه. وبس واحنا داخلين بقى التعقيم، بنتعقم واحنا مسؤولين عن كل حاجه، في ان احنا نفضل قاعدين في الاوض، ما ينفعش نتحرك بره الاوض لغايه ما الدنيا الحاله تستقر كده. ان شاء الله الحاله ما اتمناش تستقر. ان ال 14 يوم كلهم، بس يعني ربنا يكرم يعني. انه قول لي الحاله في امريكا ايه يا كابتن محمد قبل ما تيجي؟ الشوارع في امريكا الدنيا شكلها ازاي في امريكا قبل ما تيجي مصر؟ والله بص، هو كل حاجه هناك في امريكا قفلت، هي كل حاجه عامله زي عندنا هنا. هو هم ما كانش عندهم حاجه اسمها حظر اتعملت قبل كده يعني. فما عندهمش حظر، هم لسه ما اعلنوش اعلان الحظر نفسه، غير بعض الولايات يعني زي نيويورك ولا حاجه. بس لان نيويورك فيها عدد كبير يعني، مش اخر مره شفت كان فيها حوالي 70,000 حاله يعني، رقم مهول يعني. بس انا الولايه اللي انا كنت قاعد فيها انديانا ما عندناش عدد كبير قوي. بالاخص يعني بلومنجتون المكان اللي انا كنت فيه، فانا ما حسيتش بازمه، غير ان اغلبيه الشوارع كلها فاضيه، ما فيش غير سوبر ماركت هي الحاجه الوحيده اللي فاتحه، صيدليات. الاكل كله يا اما بتروح تاخده يعني تاخده بره بيك اب او كله ديليفري يعني. ما فيش حاجه اسمها انك تاكل جوه المطعم او حاجه يعني، او الاكل كله بره المطعم. بس هي الفكره ان البيوت هناك متقسمه، ما فيش زي عماير عندنا في مصر، فكل واحد عايش في بيته، فتحس ان انت يعني نسبه ان انت هتتلامس مع ناس ثانيه او الناس اللي انت عايش معاه، الموضوع نفسه مش اسهل حاجه يعني. فدي يمكن ميزه عندهم، بس انا ما اعرفش، هو برضه الموضوع عمال ينتشر عندهم بطريقه رهيبه يعني. بانتشار سريع جدا في امريكا. محمد قول لي تواصلتوا ازاي؟ مين اللي تواصل معاك من مصر عشان يبتدي ينزل جميع السباحين الى ارض مصر؟ هو الموضوع بدا ان احنا يعني كنا تواصلنا مع كابتن باشمهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد السباحه، وهو قال لنا احنا هنجيبكم باي طريقه. فنتواصل مع سياده الوزير اسره الصبحي، وسياده الوزير هيكلم السفير وهنعرفه هنرجعكم في اقرب وقت، لان احنا مش عايزين قلقانين عليكم ان انتوا تفضلوا قاعدين هناك يعني. وبس والموضوع تم بسرعه جدا يعني الصراحه يعني انا كنت بعمل معاهم الاوراق لمجرد ان احنا يعني اسمائنا وكشف اسمائنا وارقام تليفوناتنا والولايات اللي احنا قاعدين فيها وكل حاجه. وبس والله ببعت لهم، ما احنا في فرق هناك 6 ساعات. بصحى كل يوم اللي هو ببص على الموبايل، طب ايه الجديد؟ لقيتهم بعت لنا تذاكر الطيران، لان احنا مسافرين بعد بكره يعني. الحمد لله. بس يعني انا بقول لك، انا حتى يعني اللي هو طب انا هحجز دلوقتي تذاكر الطيران لواشنطن ازاي؟ طب انا هعمل ايه؟ يعني القصه كلها يعني لمت بسرعه جدا. بس يعني الحمد لله يعني لازم اشكرهم ان هم وصلونا بالسرعه دي، وان هم اساسا عرفوا يوفروا لنا ان احنا نبقى موجودين على طياره راجعه. ألف مليون سلامة عليكم، ودايما هنطمن عليكم. وما شاء الله يعني فعلا لازم نشكر الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكمان نشكر المهندس ياسر إدريس اللي تفاعلوا مع السباحين ورجعوهم لأرض مصر، وهي دي تكاتف الدولة المصرية. وبإذن الله نطمن على سباحينا، لأن السباحين دول ثروة قومية عندنا بإذن الله. 14